أنت السلام منك السلام، أنعم علينا بالسلام. أنت السلام منك السلام، أنعم علينا بالسلام. أنت السلام منك السلام، أنعم علينا بالسلام. السلام عليكم البنات، اهلا بكم في مطبخ ام وليد والاكل الصحي. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. البنات لهنا اليوم انا جايتكم بواحد العصير صحي 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 100% ومنعش، ويعني وعنده لذة ما شاء الله، ما عندي ما نقول لكم، بنا ولا اروع. عندي لهنا زوج كيسان تاع حليب اللي هي نص لتر تاع حليب، عندي لهنايا قرفه، وعندي لهنايا تمر وعصير، هو عصير التمر. عندي 9 حبات تاع تمر كنت غسلتهم ونحيد لهم العلفه تاعهم، وهنايا حبيبات تاع الجوز، و يعني للبنه هكا والتزيين، والجوز المكسرات، اي نوع مكسرات متوفر عندكم ديروه، ماشي متوفر معليش ماشي مشكل. عندنا اليوم اذا نروحوا لطريقه التحضير باش نحضروه. ناخذوا الميكسر تاعنا، فوالا هكذا. نحطوا اولا حبيبات تاع التمر، والتمر اللي كان عندكم من النوع اللي شويه يعني هكذا قاسي عاصي هكا ماشي طري هكذاك، انتم ما حاولوا حطوه في الحليب، يكون شويه دافي باش يطرى لكم شويه. نفرغوا الحليب لهنا مع التمر والجوز، ونحطوا شويه قرفه، حتى القرفه يعني الفوائد تاعها تانيك عظيمه مليحه، وتعدل الكوليسترول في الجسم وتعدل السكر في الجسم، يعني مليح الواحد كي يضيفها في الغذاء تاعو. فوالا انا نخلطها ونعاودوا لي نرجع لكم. اذا هاي لك البنات، التمر تاعي راهو جاهز، نوريكم تشوفوا القوام ديالو كيفاش، شوفوا يعني ولا اروع. هاوليك شوفوا، اذا انا نروح نحطهم في كؤوس تقديم ونرجع لكم. اذا البنات هاي ليك عصير التمر بالحليب، مشروب التمر بالحليب ولا اروع، ما شاء الله ما شاء الله، يعني لا من الفائده تاعو الغذاء تاعو، يعني ما شاء الله تعطوا حتى لولادكم يشربوه هكا على الصباح ويشربوه مع العشيه، يعني وكما التمر تعرفوا انه فيه فوائد يعني عده 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 عده، يعني ما كما يقول لك فوائد لا تعد، يعني ما شاء الله يعني ما شاء الله. انتم لما يكون عندكم التمر هكا استغلوه، كلوه، ديروه عصير او ديروه دبس يعني بديل السكر بديل العسل، مثلا كي تحبوا ديروا الطمينه، ديروا في عود تعسلوا بهذيك العسيله هذيك المخدومه، سواء كانت في الدار والا حتى برا ما نهدروش الاضافيات والى اخره الى اخره اللي يزيدوهم، يعني كارثه. وحتى في الدار يعني السكر هذاك يعني ماشي صحي، من الاحسن ديروه بالدبس تاع التمر، وان شاء الله ان شاء الله راح نعطي لكم ندير لكم الوصفه تاع دبس التمر باذن الله في هذا اليومين هذا ان شاء الله، ونحطها لكم ان شاء الله وديروها. هذه هي واش نقول لكم، هذه وصفتي تاع اليوم، عصير التمر المنعش، ومع رمضان راهو جاي ان شاء الله، هذا يصلح في رمضان تانيك. تقدري انا واحده من الناس نحب نشربه هكذا في السحور وحده كيما راهو، يعني مغذي يشبعني صراحه.
هاي ليك، انا حطيت له شويه جوز هكذا من فوق ورشيت عليه بالقرفه. هذا هو، ان شاء الله يعجبكم حبيباتي. وش نقول لكم اذا عجبكم هذا المشروب هذايا؟ ان شاء الله ديروا لايك، واللي مازال ما اشتركوش واللي هذا وين دخلوا واول مره يشوفوا الفيديو تاعي يابوني ويدقوا ويضغطوا على الجرس باش يلحق كل جديد ان شاء الله. ونخليكم في رعاية الله وحفظه، والى موعد ان شاء الله مع وصفة جديدة ان شاء الله.